like to welcome you here in COP27 Egypt, Sharm el-Sheikh. أود أن أرحب بك هنا في مؤتمر 27 COP27 وسعداء بك في وجودك هنا في مصر معالي السيدة ميامي ميزيتوري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. سعداء بوجودك معنا هنا اليوم في حضورك في المؤتمر الكبير COP27. سعيدة جدا أن أكون معكم هنا. شكرا. رئيس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ COP27 المؤتمر التنفيذ، وهذه تبرهن على أهمية دور القادة العالميين للتنفيذ ونقل القرارات الخاصة بيئة غير مناخية إلى أعمال وخطط وخطوات ملموسة ورفع الطموحات وبناء على النتائج المؤتمرات السابقة ومنها غلاسكو 26. نريد أن نستمع إلى وجهة النظر في هذا الأمر. بالنسبة لك، من وجهة نظرك، كيف لنا أن نعزن هذا التنسيق وأيضا الشراكة فيما يتعلق بعملية التحدي من مخاطر الكوارث على العنصر الإنساني سواء محليا ووطنيا ودوليا، واستخدام الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات؟ Well, thank you very much. شكرا جزيلا لهذا الدعوة، وأريد أن أتوجه بالشكر والتهنئة للحكومة المصرية على تنظيمها الرائع لهذا المؤتمر، وهو مؤتمر التنفيذ. أعتقد أنه بالفعل هناك عديد من المبادرات قد تم إطلاقها هنا في المؤتمر المناخ، وثم بعد ذلك عملية التنفيذ، وأيضا ناتج عن اتفاقات سابقة نحن منها على هذه المبادرة، مبادرة الإنذار المبكر التي أطلقها في مارس الماضي الأمين العام المتحدة، والآن لدينا خطة العمل، نطلق خطة العمل. هذه هي المبادرة لحماية الأرواح وأيضا الثروة الحيوانية التي تغطي العالم، وهذه الخطة مبادرة 5 سنوات. يمكن أن نقدم هذه المبادرة ببناء قدرات الدول وأيضا المنظومة وناتي بالحكومات والمنظومة الأمم المتحدة وكل الأطراف أن نكون متكاتفين في هذا المشروع الطموح. ونريد أن نحن بالفعل قد رأينا في هذا اليوم الاثنين نرى كثير من الدعم من رؤساء الحكومات والدول، واضح جدا أن الحكومات تأتي سويا وتتكاتف. ونفهم كما نرى هنا عندما نتجول في أروقة المؤتمر، نرى الكثير من الأطراف الفاعلة منها المدن وممثلين من المجتمعات المدني ومجموعات العمل الأخرى، كلهم يأتون إلى هنا للاتحاد والشراكة خاصة فيما يتعلق بتقليل والحد من مخاطر الكوارث، وهذه بعض المشروعات التي نعمل عليها التي نعمل على تنفيذها بالمجتمع بأكمله. نحن نريد أن نشارك جميع الناس أفقيا ورأسيا. في هذا السياق، ما هي عملية التنفيذ والترويج وتعزيز مهارات الأطراف الفاعلة في الإنذار المبكر حتى نتجنب من الآثار السلبية للتغير المناخي؟ كما تعلم أن التغير المناخي يؤثر علينا جميعا، ولكن أكثر تأثيره على المناطق الهشة. ماذا عن الدول؟ لابد أن نضمن أن كل الدول لديها النظام الإنذار المبكر. ربما نصف دول العالم لديها هذا النظام، ولكن 40% من الدول الأقل نموا والأقل تقدما وبعضها في أفريقيا. عندما نتحدث إلى الدول والجزر الصغيرة، لابد أن نركز هذا، أن نغير هذا المفهوم ونعمل ونضمن أن كل الدول لديها منظومة الإنذار المبكر، ولكن لن يتم هذا إلا إذا كانت هناك، كما قلت، هناك مجموعات ثلاثة تعمل مع بعضها. كل دولة لديها معلومات، ربما معلومات مناسبة ومعلومات من أين يأتي التأثير وأين الناس تعرف المعلومات، وهذا ما يطلق عليه مكمن الخطر. ثم بعد ذلك المكاتب الإقليمية للرصد بشكل جيد على المناخ، ثم المجموعة الثالثة نريد أن نخبر الناس ونحذرهم بطريقة أسرع وأكثر مهنية، لأن ساعة واحدة هامة جدا لحماية الأرواح. نريد أن نضمن
أن الشعوب تستمع وتتفاعل وتعرف عن أنظمة الإنذار المبكر يأخذون الإجراء المناسب. هذا يعني أنهم بحاجة إلى تثقيف على أرض الواقع. هذه كل النقاط التي نريد أن ننفذها حتى نحصل على أنظمة إنذار مبكر مناسبة، وهذا ما سنقوم بتفعيله من خلال هذه المبادرة تحت ريادة الأمين العام. كيف لنا بناء القدرات وتنويع وتحسين المصادر والموارد لبناء الاستدامة والمرونة وخاصة للمجتمعات المحلية؟ بالنسبة لي وبداية قبل كل شيء، هناك التزام من دول المتقدمة في غلاسكو، هذا هو كان آخر مؤتمر، التي بالتزام بمضاعفة مساهمتها ليزيد أكثر من 100 مليار دولار. بالطبع أنه تم التزام وتقديم بعض الشيء، ولكن بالنسبة لي هي بناء القدرات والعمل مع المحليات ووضع حتى يمكن المحليات أن تساعد أو المدن المحلية أن تتعلم من خبراتها. لدينا أيضا منصة تقول جعل المدن أكثر مرونة بحلول عام 2030. نحن نحذرهم ونستفيد من التجارب السابقة ونتعلم من التحديات التي واجهتها الدول الأخرى. حتى أن هنا في شرم الشيخ لم تشارك فقط بهذه المبادرة وأن تكون دولة مرنة أو مدينة مرنة، ولكن أيضا ما يقول عليها أنها أصبحت مركزا للمرونة، لأنه بالفعل لديها مستوى عالي من الاستدامة والمرونة. وأنا فخورة أن أقول لكم أن لدينا شهادة مقدمة إلى شرم الشيخ أثناء هذا المؤتمر، ونتمنى شرم الشيخ تكون هي الريادية لعديد من المدن، ليس هنا في المنطقة ولكن للعالم بأكمله. حسنا، في بلادكم ما هي أفضل الأمثلة فيما يتعلق بالتكيفات المناخية والتي ساهمت على مدى بعيد في عملية الاستقرار واستدامة المدن المحلية؟ بالنسبة لي سأطرح لكم مثالا على عدد من الحلول. لقد تعلمنا الكثير وسمعنا كثيرا عن بناء عن زراعة الأشجار، وهذه مهمة جدا، لأن إذا كان لديك مشروع لزراعة الأشجار فإنها تشمل المجتمعات. أولا إنها تساعد على التخفيف من حدث المناخ، لأنها تقلل من الكربون ثاني أكسيد الكربون، ثم بعد ذلك هي تكيف، لأن الأشجار أن تكون عائقا ومصدا للفيضانات. الأمر الثالث أن المجتمعات أنفسها تشارك، وهذا يعني خلق مزيد من الدخل للشباب، وأيضا حماية للمجتمع. هذا هناك حلول متعددة الأطراف فيما يتعلق بالتكيف، ويمكن أن تكون ذات فائدة للمجتمعات المحلية، وعلى الأقل أن ستؤدي إلى في النهاية إلى عملية المرونة للمدن. إذا تكلمنا عن مؤسسة دور المؤسسات المالية خاصة في هذا اليوم فيما يتعلق بمؤتمر التنفيذ، هناك يوم مخصص للتمويل. كيف لمنظومة التمويل العالمية للمناخ يمكن أن تكون مناسبة في غرضها لتوفي باحتياجات المجتمعات المدنية، ومنها الأطفال والشباب والنساء أيضا؟ بالنسبة لي هذا نقطة مهمة، خاصة بالتمويل المناخي تصل إلى المجتمعات المحلية. والأمر المهم بالنسبة لي أن نجد ربما لا تكون شيء مدهش، ولكن إذا أردنا بناء مرونة للدول الأكثر هشة والدول الأكثر عرضة للخطر، لابد أن يكون هناك عمل تشاركي، وهنا هذا الأمر التشاركي يساهم في عملية التنبؤ بالأزمة المناخية التي ستصل. عندما نصل إلى هذا التوقع أو التنبؤ ستكون هناك تمويل، ثم نصل إلى ذلك الناس استخدام هذه التمويل بطريقة أفضل لبناء
بناء المرونة والمقاومة، وهذه هي الطريقة المناسبة لمساعدة الناس لبناء مرونتهم ومقاومتهم قبل تعرضهم للأزمة. وأعتقد هذه ما أطلق عليه عملية الإجراءات الاستباقية بطريقة واحدة واتجاه واحد، أن نضخ التمويل للشعوب. ربما التمويل ليس كافيا، ولكن لابد أن نجد آليات أخرى. For adaptation, the projects for mitigation can reach directly the people, or if not directly, the impact is felt on the ground. ومشاهدينا ما زلنا متواصلين مع حضراتكم في متابعة الفعاليات الخاصة بمؤتمر كوب 27 للمناخ، والذي يحظى بمشاركة دولية واسعة، وذلك على جميع المستويات من قبل الرؤساء وقادة الدول والحكومات، وكذلك أيضا من قبل المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، لمتابعة هذا الحدث الأبرز والوصول إلى تنفيذ شعار هذا المؤتمر معا للتنفيذ.